صباح الخير. النهاردة كان عندي يوم مختلف جدا في معرض الكتاب. جزء منه كنت هعمل جولة كده في المعرض واشتري شوية كتب كنت عايزاها، والجزء التاني كان عندي ندوة وحبيت اخدكم معايا في الجولة دي تشوفوا الكتب ونحضر اجزاء كده من الندوة، فخليكم معايا. وهنا بقى كنا وصلنا للمعرض، وانا طبعا مش هفوت فرصة ان انا اصوره من بره، لان بصراحة المعرض السنة دي فيه اجواء جميلة جدا ومختلف جدا عن اي معرض حضرته قبل كده. طبعا صورت لكم الاجواء من جوه، منظم جدا وكان عاجبني جدا تنظيمه السنه دي، والناس هناك يعني فوق توقعاتي الحقيقه. انا كنت متوقعه ان الناس هتكون اقل من كده شويه، يعني لاني ناس كتير سالت على الاسعار والمكان كان بعد شويه، لكن لما روحت هناك لقيت ان في اسعار مختلفه تماما عن حتى كمان اللي احنا سمعناها. وده كان موجود في دور نشر كتير جدا ومنهم الهيئة المصرية العامة للكتاب. فالحقيقة الموضوع ده فرحني جدا لاني ساعدني اني اشتري كتب اللي انا عايزاها. هنا بقى كنت نزلت وبدأت اتمشى كده في المعرض وانا جاية من مشوار طويل، وبالرغم ان انا فطرت في البيت وكل حاجة لكن كنت جعانة. طب هعمل ايه؟ فطلعت السندوتش اللي معايا وقلت اكل منه. اطلعت هنا بقى اسلام مثقف عايز يشوف الخريطة الاول عشان يختار يحدد الصالة المعينة. بصوا كده هو عايز يشوف فين سوق الأزبكية عشان يشوف أرخص كتب ونروحها. يعني طب احنا ممكن نعمل جولة. ثواني بس، هو بي كام؟ ادي بي 70. من اول بي 70 مالها؟ الأزبكية. طيب الأزبكية اللي عايز كتب رخيصة من اول بي 70 صالة 4. نبتدي كده ندخل بقى صالة 4. ده كده المدخل الكتب. طب عايزين نتفرج على كتب معينة، تعالى كده نشوف. دي دار الحضارة، دار الحضارة والنشر توزيع السعودية، قصص من التاريخ للأطفال. ده كتاب ايه ده؟ ده أطفال حول الرسول. دي عماريات. لا هو كده. في هنا حول العالم في 80 مقال فهد عامر الأحمدي. حلو، قريت قبل كده نظرية الفستق، كان في كتاب حلو قوي. مديرا لا تكن مديرا، وابعد عن وجع الراس. وابعد عن وجع الراس، ده ايه العنوان ده؟ ده كله في دار الحضارة للنشر والتوزيع في السعودية صالة 4. هنا دي الشرق الاوسط والغربيات، دي حاجات بقى الاطفال يعني. ده يكتب ويمسح. ده حلو البوسي ده. ده كتاب صبوره بقى، يكتب ويمسح فيه 1000 مره. عامل عليه عرض ب60، ولو خدت المجموعه كامله كلها الاربعه مع بعض ب200. حلو. المجموعه اللي هي عباره عن ايه بقى؟ اربع كتب. اربع كتب. حروف عربي وحروف انجليزي، ارقام عربي وارقام انجليزي. تمام. سلسله كامله. 75 بره على فكره، مش موجود بعد كده. دي الخروج بتاعت الأطفال. دي كده دار الفجر للتراث. في هنا قصص القرآن، حياة الصحابة، قصص وحكايات الصالحين.
اي كتاب هنا ب50. في هنا 1000 قصة وقصة من قصص الصالحين. سيد الخاطر تحفة العروس. ده كتاب ايه ده؟ ده سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم دكتور مصطفى مراد. ده كتاب ده بتسعين سيرة ال أجدع واحد يروح على الفهرس على طول. مش مهم اللي ايوه عشان تعرفي محتوى الكتاب. صح. جدع عندك من البطاقة المحمدية وأولاد النبي وأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندك حياته قبل البعثة. هي الحياة كلها يعني السيرة كلها كاملة. دي مؤسسة روز اليوسف ب5. في هنا في مجموعة حلوة على فكرة، دبلوماسية هنريك سينجر. ده على فكرة ايه ده؟ دبلوماسية هنريك سينجر. يعني خلاص سيبنا كل الناس وهنقرا على لا عشان الشخصية دي الكلام عنها الفترة دي كتير، فأحب أعرف أكتر عني. بس في هنا نجيب محفوظ، أفراح القبة، خان الخليلي، السراب، السكرية. في يوسف زيدان، شجون مصرية، شجون فكرية، هي أغلبها شجون. دي روايات إحسان عبد القدوس. يا ابنتي لا تحيرني معك. هي البنات محيرة كده على طول. هنا بقى جزء الرعب، أحمد يونس، الناس اللي بتحب الرعب. الساب، النقش الملعون. هنا أنيس منصور، معنى الكلام. تكلم حتى أراك، أحمد خالد توفيق طبعا، العراب، السنجة، المرنتي، يوتوبيا، لا مكان للملل، الآن أفهم، جوز قزح، الآن نفتح الصندوق. هنا الجزئية دي غالبا خاصة بالدكتور أحمد خالد توفيق. ده في دار روز اليوسف. هنا نبيل فاروق، روايات الثورة بقى والتشويق والجو ده. هنا برضو رعب حسن الجندي، مدينة الموتى، المرتد، العائد، عمارة آل داوود. ده في مركز النيل للنشر، هنا عاملين روايات فيه ب10، عرض خاص لليوم فقط. في مجموعة حلوة. حلو ده، حلو ده. ايه؟ امرأة غيرت مجري. هنا أي رواية ب30. هنا الروايات دي، هنا الشاردة، عروس الدم. هنا في خصم 50%. دي ايه؟ دار الخان،
الصيف احمر، دانيال الموت والنيزك في هنا خصم 50% في الدار دي، دار الخان للنشر والتوزيع. اشهر الاغتيالات في التاريخ، او ده البرشو بتاع الدار النشر والتوزيع لدولة الكويت. الكويت ده اصدارات الكويت. طب خلي معاك، حلو ده. مور كافكا، نمر ستروج، غضب، سيركو، نظرية عامة للنسيان، بحثا عن حياة دكتور نافع الياسي، فرع زائدة دكتور عبد مستر عبد الوهاب السيد الرفاعي، ده احنا هنا برضو في صالة 2، دي دار اكتب للنشر والتوزيع، ده في صالة 2، السيرة الملكية، تاريخ مصر الحديث، مذكرات دكتور مصطفى محمود، دار نشر حب، سبعين شخصية أرعبة التاريخ، هو سعره كام ده؟ هي 25. مفيش بصمات بقى هنا في الدار؟ دي انت عايزة تختاري وانا عاملك ديسكاونت عليكي. وصلنا لبلازا 1 وقد حان موعد الندوة. عايزه حاجه تساعدني ان انا اخرج بره الحاله اللي انا فيها دي. بدات افكر ايه اللي ممكن اعمله، يعني ايه اللي ممكن يساعدني ان انا اكون هاديه اكتر عشان اقدر افكر واعيد تفكير مره تانية في حياتي ازاي اقدر اتعامل في المرحله اللي جايه. احنا كده في الهيئه المصريه العامه للهجره، دي كده مكتبه الاسره، اصدارات حديثة في المكتبة المصرية العامة للكتاب في صالة 2، ده شعر عامية مع سبق الانذار والتوعد، هنا السعر 35. دي قصص مقالة الجارية، عماد أبو حطب سجين الفيروس، ده 35. بعد التخلي، ده 35. فن الإلقاء،
وجوه وحكاية 33 أسعار هنا في الهيئة المصرية. حلوة قوي. فصول عن الصين 55. دي هنا معارف عامة. حلو الكتاب ده قوي، المعتقدات الخاطئة والأخطاء الشائعة في تربية الأطفال. حلو ده. كتاب 28. ريجينو إميليا وتنمية التفكير الابتكاري، دكتور أسماء حسين تنمية 35. دراسة علمية فلسفية. المجلة التاريخية المصرية. ده جزء التاريخ. بعض من الزر، بعض من الصورة. شوف انت عايز ايه براحتك. هنا ده بعشرة. بس مش هو اللي كاتبه، هو في ناس كاتبه عنه. يعني افاق انسانيه عند نجيب محفوظ. السقوط من سوق غيمه دي 23. الذئب وحيد في الخلاء، عزمي عبد الوهاب. عناصر التميز الإبداعي في شعر ابن نبات المصري. هنا بقى كنت خلصت جولتي في قاعة 4 وقاعة 2 وحضرت الندوة، وكنت خلاص مش قادرة اعمل اي حاجة تانية. حتى كان في احتفالية كانوا جايبين فرقة حلوة قوي، ما قدرتش ان انا احضرها، فقررت ان انا خلاص امشي. لكن حقيقي كان يوم ممتع جدا في المعرض في كل الاجواء اللي فيه.